اهو ده سن الابره، ده يعني تقريبا ما كملش يعني نص سنتي. مفيش خالص، مفيش نص سنتي. تمام، عشان بس الناس الغاليه من كسر عينها لا شو واخده العيله من اولها. هي قالت لي عارفه لو انت وحسيت بحاجه هعمل فيكي. خلاص، فاحنا طبعا هنبدا نركز في الوش كله. طبعا انا قصدت النهارده ان انا ما اعملش بلازما. اوكي. لان احنا امبارح جاتني بيشنت بتقول لي يا دكتور انا عندي مشكله في الصفائح الدمويه وبتتابع مع دكتور امراض دم، فدي ما اقدرش اخد منها عينه دم. خلاص. أوكي. اقدر احقن كمان في التجاعيد. ايه فكره الكولاجين والكافيار؟ على طول على السريع نبسطها للمشاهدين، ان احنا الكولاجين ده اللي بيدي شباب ونضاره البشره. العجز اللي بيبان علينا بدري بدري عشان الكولاجين بيتكسر زي ما انت كنت بتقولي. يعني مفيش سن بيحكم الموضوع بتاع الكولاجين؟ مفيش سن، على حسب احتياجك والعجز اللي موجود بنقدر نعمل كده. خلاص. وزي ما احنا شايفين يعني هو مفيش اي وجع ولا اي حاجة خالص، والموضوع سهل مش كده ولا ايه؟ لا مفيش حاجة. قولي من قلبك ولا من ورا؟ مفيش اي حاجة. اوكي. ودي ده موضوع ما بياخدش بتهيألي يعني 5 دقايق. ما بياخدش 5 دقايق خالص، احنا بس يا دوب اتبنجنا عشان ما نحسش باي وجع خالص. وبعدين زي ما اتفقنا وما فيش اي سايد افكت او اي حاجه للكولاجين ده لما بيجي ان احنا نحقنه. مع هو عباره عن ايه بالظبط؟ الكولاجين ده اصلا ماده ربنا خلقها طبيعي في جسمنا عشان تدي الحيويه والنضاره للجلد. مع مرور الوقت، استرس الحياة، الضغوط، الدنيا دي كلها، بنبدأ الكولاجين ده يتكسر ويبدأ يقل، فسطح الجلد بينهار تحتيه الكولاجين. انت لسه برضو هنا بتحقني؟ انا هحقن عشان نقدر كمان ندي سنة قريب من العين عشان نكون. هو انا مفروض احقن الكولاجين ده كل قد ايه؟ يعني ده بيدي نضارة، فانا مفروض كل قد ايه بعمل ده؟ لو هي البشرة فيها بهتان فعلا واضح بتحتاج كل شهر الجلسة لمدة تقريبا 4 جلسات. أوكي. وبعد كده سنويا بقى على حسب الاحتياج. تمام. انا بتكلم برضو يا روني في بشرة جياني بهتانة جدا وعندها انيميا ومرت بوقت مثلا حملة او رضاعة وشمس وشغل وضغوط حياة والكلام ده كله، هنحتاج ناخد تقريبا 4 جلسات مكثفين كده عشان نقدر نوصل لنتيجة. ما بين كل جلسة وجلسة قد ايه؟ احقن كمان جنب الفم هنا، بتبقى منطقة لونها غامق قوي. على فكرة لو عايزين تبعتوا لنا أي أسئلة يعني دكتورة أميرة هتجاوبنا دلوقتي على الهوا، حتى لو أنتوا عايزين تسألوا حاجة من اللي احنا شغالين فيها دلوقتي على الهوا تقدروا تبعتوا على الصفحة وبنجاوب على طول. تمام. ده بعد حقن الكولاجين، وده برضو داخل من ضمن الاوفر عليه خصومات. عليه خصومات تصل ل50 فعلا. يعني ده عليه كام؟ ولا لما يكلموا الكول سنتر يعني يا روني يقولوا تبعك بس ومش هقدر اتكلم يا صراحه. يا سلام، دي رخصه يعني يا جماعه. يعني اللي عايز يقولي يتكلم تبعك ومحدش هيتكلم خلاص. اللي يتكلم يقول برنامج جمالك. دي كلمه السر يعني. خلاص، احنا هنا خلصنا. هدي بس نقطه في النيزو ليبيال للناس اللي ما بتحبش تحقن فيلر بدري بدري، اللي هي الطيات. الطيات بالظبط. انت مش حاسه باي وجع مش كده؟ تمام. مفيش اي عقبات في البيت ولا اي حاجه؟ تمام. وابتسامات وانا حاسه ان مفيش حاجه، انت بتلعبي. خلاص. يعني الموضوع سهل، الواحد لو حتى يعني في الشغل وعنده البريك بتاعه يقدر ياخد ساعتين يجي يقدر يعمل حاجه بسرعه وترجع. هي ربع ساعه روني صدقيني الدنيا بتتظبط، بس نركز شويه في بشرتنا وما نستناش لغايه ما الدنيا تقع، عشان احنا بالنا طويل قوي. ايوه. ما نستناش لغايه الدنيا ما تقع، ما نكسلش. تمام. طبعا احنا ملاحظين الفرق ما بين الخد اليمين والشمال بعد حقن الكولاجين والكافيار. طبعا في نضاره، الوش نور. انا حاسه ان في لمعه كده، تحسي ان في لمعه في الوش.